بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن سلطة الأسد لا تملك قرارها بيدها ولا تستطيع المشاركة في المباحثات مع تركيا لوحدها، وأنه دائما ما تحضر الاجتماعات برفقة أطراف أجنبية وفق قوله. إصابة عدد من الأشخاص بجروح جراء انقلاب حافلة نقل ركاب على طريق دمشق سلحب عند تحويلة جسر مصفات حمص. قصد تعتقل 4 مدنيين أثناء محاولتهم العبور نحو مناطق سيطرة الجيش الوطني نبع السلام قرب بلدة تلتمر بريف الحسكة الشمالي. وفد أممي يزور مخيمات ريف إدلب الشمالي قبيل ذكرى حادثة الزلزال المدمر للاطلاع على المشاريع التي ينفذها شركاء وكالات الأمم المتحدة لمتضرري الزلزال ورصد حاجات المنطقة. أضرار جزئية في 10 خيام للمهجرين في مخيم الصوامع بمنطقة أخترين شمال حلب جراء الهطولات المطرية الغزيرة حسب الدفاع المدني. رئاسة الشؤون الدينية التركية تعلن حصول 13349 طالباً على شهادة إتمام حفظ القرآن الكريم خلال عام 2023.